اوكي. هنا النجدي النجدي من ال يعني من الرع يعني هي من مداخيل ال يعني اقدر اقول النجدي من مداخيل النادي، كون انه ال 17 مليون كانت داخله بحسبه الحارس. بس اللي فهمت انه لا، أنا النجدي بيطلع من ال 17 مليون يعني من مداخيل ال. طيب يعني خليني افهم كذا، الحارس من الرعايات تقدر تقول ما في اقدر اقول اي ولا لا، الحارس إيه من الرعايات. بس مو بس رعايات، عندك رعايات، عندك دخل المبار أيوة أيوة. يعني من مداخيل النادي الغير من المداخيل الربحيه. الربحيه من مداخيل نعم. الحارس من المداخيل الربحيه صحيح. الغير ربحيه ما لها شيء فيها. مو هي تعرف يوم ننظر للرقم الحين احنا ننتقد قبل شوي انه 17 مليون او 20 مليون حقت الغير ربحيه راحت في النجدي. لا بس بدي اخذ خطوه قبل الحارس قبل النجدي. ايوه طيب صح ولا لا؟ يوم احنا ننظر للميزانيه، يوم احنا نعرضها على اللجنات يا حبيبي في عندك 20 مليون من الغير ربحيه نعم. انت حطيتهم في النجدي ولا في في الحارس؟ ما هي مو رقم انا اخذته من هنا، هي داخله مع بعض اللي بعو اشرح لك اياه، انه بافتراض انه من الشركه الربحيه مثلا. انت عارف ايش اسالك السؤال؟ والله لا انا اقول لك لانه الحديث عن النجدي انه بتكفل كامل من الاستاذ المهيدب ابو حمد. هل هذه المعلومه صحيحه؟ هل صفقه النجدي كامله من ابو حمد؟ هي ارجع اقول ابو حمد كان جزء، حط مبلغ اظن 17 مليون كاشتراك في غير ربحية. أي. وهذا كان مبلغ حطينا، وهذا المبلغ كنا حاسبين يا جماعة الخير ترى من ضمن الميزانية للحارس وخانات ثانية، ترى وصلنا الرقم متاح اكس كان مثلا عندنا 200 مليون مثلا. أي. من 200 مليون ترى حاسبين ان 20 مليون حقت الغير ربحية، حقت الغير. فحنا حسبتنا مع بعض على الحارس والخانات الثانية اللي ما كان فيها خانة النجدي كانت من ضمنها. أي. ولا بعد صار موضوع النجدي وابو حمد شاكر قال بتكفل فيه، يبدو ان جانا خطاب انه لا خذوها من الغير ربحيه، وهذا اللي صار. فصارت ال17 ولا المبلغ هذا راح اكثر للنجدي من ما راح طيب للحارس. وباقي مبلغ النجدي من كمله الرواتب، احنا يعني الرواتب هذا حقه الانتقال. ايوه اللي هذه قيمه الانتقال. إيه باقي الاشياء كملتها اي احنا اللي هو الربحيه. الربحيه يعني. طيب هذا يخلي مثلا الحارس كاملا من الربحيه، تقدر اذا حسبته بالطريقه هنا. يعني احسب ايش ابو محمد؟ انا ادبي. إيه؟ انت شكلك علمي صحيح. اي انا ادبي، انا ترى كيمياء وحياء. اي انا بلغه ونقد، فالموضوع عندي شوي في طيب. يعني اعذر جهلي خلاص. يعني الحين صفقة النجدي اندفع قيمة الانتقال وبقية الأشياء يتحملها الربحية. إذا حسبناها بهالطريقة حيكون بنته بالكامل صحيح من الربحية. ممتاز. في عندك وزلي. وزلي من الربحية. من الربحية كاملا. اي نعم. والتغييرات حسبتك هذه اي اي حسبة الأدبي. والتغييرات البقية كلها من الربحية. يكون 3 مليون متبقية من الغير ربحية ما أدري، بس يعني بالأغلبية. ما ودي أعقد الموضوع بس ما ودي. لا لأنه قالوا أنه الصفقة بالكامل تكفل فيها الأستاذ أبو حمد. الآن تقول أنه في معلومات يعني أنه الربحية شاركت هنا وهنا وهنا في الصفقات.